بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. بنرحب بكم في كورس الإتاب الصيف 2020، دي تقريبا أول تجربة تكون لكورس أونلاين أو كورس عن طريق برامج التواصل الاجتماعي إن شاء الله. والموضوع ده إن شاء الله يعني الناس تستفيد منه وتستفيد من فترة القعاد في البيت والحظر، وربنا إن شاء الله يجنب بلادنا الوباء ويجنب إن شاء الله الأمراض، كلنا نكون بصحة وعافية إن شاء الله. في البداية الفيديو ده هيكون عبارة عن فيديو تعريفي للتفاصيل والديتيلز بتاعة الكورس، هنشوف فيه الطريقة بتاعة الكورس، نشوف فيه الأوبجيكتيفز، نشوف فيه هناخد شنو، هيكون كيف، تفاصيل كلها إن شاء الله. طيب في البداية هنتكلم عن كورس انستراكتور اللي هو المدرب اللي هو الشخص الضعيف أحمد حسين. طيب أنا تخرجت من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، هندسة مدنية، تخصص إنشاءات. حاليا بعمل سيفل ستراكشر ديزاينر، مصمم إنشائي. بشتغل برضو مساعد تدريس، اشتغلت في عدة من الجامعات، جامعة السودان، كلية الحكمة، وجامعة السودان العالمية، والجامعة الوطنية. فاوندر اوف مينا انجينيرينج كومباني. عملت برضو كورس انستراكتور في عدد من مراكز التدريب زي السيلر تريننج سنتر والمستشار للتدريب الهندسي ومنتدى التدريب الهندسي. دي مواقع التواصل الاجتماعي، في زول حاب يستفسر من حاجة ويتواصل. طيب في حاجة مهمة هي الكورس ريكوايرمنت، يعني انت مطلوب منك شنو، او مفترض تكون عارف شنو عشان تقدر تدخل في كورس الإتاب والسيف. اول حاجة ما مطلوب منك نهائي انه يكون عندك معرفة سابقة ببرنامج الإتاب او السيف، يعني ممكن تجي ما عندك اي فكرة عن البرنامج يعني ان شاء الله. طيب بس مفترض يكون عندك previous او prerequisites courses في الاستراكشرال ميكانيكس، عندك previous courses في الرينفورس كونكريت استراكشر، يعني لازم ندخل فيها عن المانيوال، ندخل فيها عن التحليل والتصميم عموما حاجة جنرال. طيب برضو ما في مشكلة، حتى الناس يعني اذا كانت بعيدة عن المجال أو خشية السوق سنين طويلة الألماني والمثلا شي في مساحات، وما في مشكلة، إحنا بنحاول بقدر الإمكان نرجع الألماني إن شاء الله إذا كان بالأمريكي أو بالبريطاني. طيب نيجي الكورس إنفورميشن، والحاجة النيم اسمه كونكريت ستراكشر ديزاين يوزن إتاب فيرجن 2018 والسيف فيرجن 2016 سوفت وير. الديت هيكون ان شاء الله من يوم السبت اليوم اللي هو 16 لحد يوم 29 ابريل 2020 ما عدا يوم الجمعه. التايم بتاعه هنتفق عليه ان شاء الله، بس حاليا هيكون من 8 ل 10. اذا في زول عنده مشكله مع الزمن ممكن يورينا في الجروب. الفيس والكوست هيكون فري، عباره عن كوست مجاني 100%. التيتشنج ميثود هتكون عباره عن ليكشر، محاضرات هتسجل وترفع في القناه، هتكون عباره عن تكست بوك وأوديوس إذا اضطرينا لموضوع إنه نعمل إكسبلين لحاجة أو نشرح حاجة. طيب التقييم، بالنسبة للتقييم للكورس ده أو للدورة دي هتكون عبارة عن مشروع هيتسلم في نهاية الكورس، هيتسلم الإتابس موديل، هيتسلم السيف موديل مع الريبورتس كلها، هنشرحها إن شاء الله. طيب المراجع أو الريفرنسز اللي إحنا محتاجين لها في الكورس ده، طيب أي مراجع خاص بالتحليل الإنشائي تمام، او التصميم للخرسانة المسلحة هي مطلوبة سواء كان بالكود الامريكي او البريطاني، بالاضافة الى الكودين الامريكي والبريطاني، بالاضافة الى المانيوال بتاع الشركة، شركة CSI اللي هم عندهم مانيوال عدد من المراجع هنحاول نرفقها ان شاء الله في القناة. طيب المانيوال دي هو المهم، يعني هو بيديك البروسيس، بيديك تعليم صح 100% للبرنامج الإتاب والسيف. طيب بالإضافة إلى المراجع بتاعت الموديلينج أو بتكلم عن الموديلينج تكنيك عموما زي Advanced Modeling Technique and Structural Design و Modeling for Structural Analysis Behavior and Basic والـ Structural Analysis Unified Classical and Matrix، ده تقريبا مرجع يعني لا غنى عنه جدا في التحليل الإنشائي. أي مرجع برضو خاص بالـ Strengths of Material ممكن يكون معانا في الليست بتاعت المراجع. طيب الكورس أوبجيكتيف، الهدف من الكورس او انت هتعرف شنو بعد ما تخلص الكورس. طيب الهدف انه نعمل ديزاين
تمام اناليسيس وديزاين باستخدام برنامج الايتاب فيجن 18 والسي فيجن 2016 لمبنى او لمشروع، تمام موديلنج لحد ما نصل للمرحله بتاعه الديتيلينج والريبورتس، انه كيف نقدر نصدر الموديل ده ذاته لبرامج هندسيه اخرى. تمام subjected to static gravity loads، يعني المشروع بتاعنا هيكون عباره عن مشروع بسيط، ما هيكون بسيط يعني بالمعنى بسيط، لكن ما هيكون فيه زلازل واحمال رياح ولا ترى، لانه ده حاجه تعتبر هي ما ادفانس لكن شيء فيه ادفانس. يعني الكورس عباره عن بيزك، هنشوف اذا الموضوع نجح ان شاء الله. اللي قدام هنحاول نعمل دورات تانية في مواضيع كتير، زلازل رياح، مواضيع تانية خارجيه، ريفيت اي برنامج اخر ان شاء الله. طيب دي الاوبجكتيف، يعني مفترض انت بنهايه الكورس تكون قادر انك تحلل وتصمم اللو رايز بيلدينج ان شاء الله. ما الهاي رايز؟ الهاي رايز بيدخل عليها فاكتورات تانية، بيدخل عليها فانكشن تاني. بالنسبه للكورس اوت لاين هناخد انتدكشن للايتاب، الانترفيس بتاعته، الايتاب سيستم شغال كيف، هنعمل اوفر فيو للفاينايت اند ميثود، هتكلم عن الشيبس والاوبجكت بتاعت الممبرز، هنتكلم عن تفاصيل تانية في الايتاب. بعد الحاجة دي هنخش في انه كيف نعمل ايتابس موديل، هنتكلم عن الورك فلو اللي هو البروسيس بتاعت العمل هتكون كيف، من انه كيف نستيب اليونتس بتاعتنا لحد ما نطلع الديتيلز بتاعت المشروع بتاعنا ان شاء الله. دي كلها ديتيلز جوا، كيف انه نعمل كرياتين للايتابس موديل، هنعمل موديل للفريم سيستم، موديل للفلور سيستم، موديل للوول سيستم، هيكون في الانالايز موديل، في الديسبلاي انالايز ريزلت، في الديزاين، في الديتيلينج لحد ما نعمل كرييت ريبورت. طيب هيكون برضو في جزء خاص ببرنامج السيف اللي هو فيه الاناليسيس والديزاين للفلور سيستم بانواع كلها، هيكون فيه الفاونديشن اناليسيس الموديل اوف ايزوليت اند كومبايند فاونديشن والموديلينج للرافت فاونديشن. طبعا دي ستيبس ممكن تساعدنا بعدين في ترتيب الشغل بتاعنا. في بعض المشاريع الممزجة في برنامج الإيتابس، إذا ملاحظين مسطر 3D موديل من الأوتوكاد لبرنامج الإيتابس، كلها مشاريع تحللت وتصممت ببرنامج الإيتابس وهي مشاريع عالمية. الصورة بتورينا انه الايتاب ممكن يمزج اي نوع من انواع المباني، سواء كانت ستيل، سواء كانت كونكريت، سواء كانت كومبوزيت، سواء كانت بغض النظر عن الماتيريال بتاعتها ممكن يشتغل علينا برنامج الايتابس. كلها مشاريع استخدم برنامج الايتابس. طيب دي عبارة عن بريفيو او ديتيلز للميثود بتاعت الكورس بتاعنا، لو في اي زول عنده سؤال ممكن يسأل في القناة، ودمتم في امان الله وسالمين ان شاء الله.